much pollution. Too much pollution. عسلامة الناس الكل. أنا سليم قاسم من روتس تي في. نكلم فيكم اليوم من جابس. جابس تحتذر. جابس تحتذر من التلوث البيئي والأمراض القاتلة. سكان جابس يعانيوا من أبشع أنواع التلوث. المجمع الكيميائي التونسي متسبب في أكبر كارثة بيئية في الجمهورية التونسية وفي البحر الأبيض المتوسط. على 34 ألف طن فواضل نتاع فوسفار تتلمي يوميا في بحر جابس وبالتحديد في بحر شط السلام. 34 ألف طن، عندنا أكثر من 500 مليون طن فواضل فوسفات ملخية في بحر شط السلام بالتحديد. البشر في جابس ماشي وينقرض من جراء التلوث الصناعي اللي موجود. معناها عندنا أكثر من 34 شركة منتصبة في المنطقة الصناعية لا تبعد على مناطق العمران أكثر من كيلومتر وتحكي لي على اقتصاد أزرق. أنا اقتصاد أزرق في ظل الأمراض اللي موجودة معناها خاصة في مناطق الطوق نحكي شط السلام وشم وغنوش، هذوما معناها المتضررين بصفة مباشرة مناطق الطوق نسموهم هذوما. وقت يصيبوا علينا المجمع الكيميائي التونسي دي غازاج نتاع أمونياك عطير معناها أوردر المستشفى الجهوي في جابس يقبل الحالات يقدم لهم الإسعافات الأولية وما يسجلوش. سي الزوالي هذا يموت، البحارة نتاعنا ماتت، مش من مشكل من السيد هذايرا اللي قوات كل تصب بالبحر، اللي قوات كل تصب بالبحر نخزن في التطهير، اللي قوات كل بالبحر ما عندناش حاجه لتقاوم الشيء اللي عندنا. شط السلام هذايا حسبوه حشاك شط الزباله نتاع جابس كامله. وفما الحاجه الاخرى معناها الكونسوماسيون نتاع غلال البحر والاسماك بصفه عامه، هما بيدهم يتغذاو من الحشائش في البحر ومخلص بالفوسفوجيبس والميكروبلاستيك خاطر جويد برشا معناها ويتعدى مع الحوت، والانسان معناها في الشان الليمونتير ياكل في الشيء هذا وهو بيدو قاعد ياثر له على صحته. معناها في بالك الوضع ما بعد 2011 احسن، بالعكس اسوء. علاش اسوء؟ من اللي كان معناتها المجمع الكيميائي وبعض القتله استضافوا بعد الثوره عشرات القتله معناتها الاخرين المصانع الاخرى، حتى كلمة التلوث ولت مرتذلة. اللي هناك فما جريمة نتاع دولة، فما إبادة جماعية قاعد تعرض لها معناتها السكان، وواحد مل من وضعية البكاء عندنا وعندنا الأمراض معروف كم موجودة في ويلفا في إسبانيا ولا في إسبي في المغرب ولا في أي منطقة فيها الفوسفات، هو نفس المشكل. لكن في جابس اكثر في فول كونتيتي اللي ثمنها. نتصورك مشيت لجروب شيميك وشفت المأساة، شفت معناها اهل الشط يعانوا بالحق. معناها الشط فماش عائله ما تلقاش فيها شكون ميت بالكونسير، فماش شكون ما تلقاش شكون عنده زوز ثلاثه توفاو بالكونسير. للبحر لونه اكحل، الفضلات كلها تصب في البحر. احنا الجوبسية شعرنا طاح، سنينا طاحوا، نصيح انا نمشي خطوتين نصيح رجلي تتكسر، ايدي تتكسر. انا واحد من الناس خسرت ثمانية في عائلتي. أنا وقت خسرت مش مرذولي راه، توفاوا ثمانية في عائلتي بالمرض السرطان. الموت موجود، الإجهاض موجود، الولادات ما فماش. قضايا مسكوت عنها، تشغيل ما فماش تشغيل، صحة ما فماش صحة، مستشفى جامعي يعني مستشفى جامعي اللي هو مطلب شرعي لكل ولاية يحطوه في مدنين، واضح ولا لا؟ وما يحطوش في جابس. لازمنا نقصوا من الرجية ذوما. يا الرجيه ذوما نحطوهم فوق الارض ونعملوا لهم بسام تاع ستوكاج، والا نبعدوهم على الشط وندخلوهم لداخل. معناها يا با 36000 سوليسيون، هذوما حلول نجموا نعملوهم اون اتوندون دو ديلوكاليزي معناها لوزين اندستريال الكل. معناها شكون ينجم يوقف اللوبيات الاقتصادية والمالية اللي وراء الكارثة هذية ويسمع ويتفاعل مع آلام أهالينا في جابس؟ أهالينا في جابس قاعدين يتعرضوا لمظلمة كبيرة أنا نسميها إرهاب دولة.